بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، بالسند المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى قال في كتابه الموطأ تحت باب أو تحت ما جاء في صلاة الليل، روى رحمه الله تعالى عن إسماعيل ابن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، أكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. نعم، هذا الحديث رواه مالك رحمه الله تعالى بلاغا لإسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغ، وجاء الحديث موصولا بهذا المعنى عند البخاري ومسلم، وهو من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امرأة، فقيل: من هذه؟ قالت: تصوم الليل النهار وتقوم الليل أو نحو ذلك، وهي اسمها الحولاء بنت تويت، امرأة قرشية من بني أسد بن عبد العزة ابن قصي. قال: فقال: من هذه؟ قيل له: هذه الحولاء بنت تويت. هي جاءت في الصحيحين غير مسمات، أن امرأة، لكن تسميتها جاءت في طرق أخرى: لا تنام الليل. قال: لا تنام الليل، أي أنها تصلي الليل كله، وهذا خلاف المشروع. قالت عائشة: ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة قط حتى أصبح، ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة قط حتى أصبح. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل القيام أو أفضل الصلاة صلاة أخي داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني الليل يقسم على ثلاث أقسام: نصفه ينامه، وثلثه يقومه، وسدسه الباقي يعود إلى النوم، يعني يتجهز لصلاة الفجر، والنصف زائد الثلث زائد السدس يكتمل الواحد، يكتمل الجزء كله. فصلاة الليل من أوله إلى آخره هذا غير مشروع، خلاف السنة وخلاف المشروع. قد يقوم غالب الليل وأكثر الليل. وقول النبي، قال عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وشد مئزره وأيقظ أهله، أحيا ليله بمعنى أكثر الليل. ولهذا جاء في صحيح مسلم أنها قالت: ما قام ليلة قط حتى يصبح. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أو فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه. وهذا من شمائله عليه الصلاة والسلام، أن الشيء الذي يغضبه أو يكرهه أو لا يكون موافقا للشرع فإن أثر ذلك يظهر على وجهه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه ما يدل على أن الإنسان يجتنب الغلو ويجتنب الإفراط،
فيجتنب الإفراط ويجتنب المبالغة في الشيء، ويكتفي بالحد المشروع، ويكتفي بحد المشروع. ولهذا قال العلماء، قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقتر يقول أكثر أو أقوى أو نحو ذلك، وإنما قال أحسن عملا. وفسر أحسن العمل كما قال غير واحد من أهل العلم، كما قال أبو علي الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. أخلصه تريد به وجه الله، وأصوبه على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك نقلت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، كان عمله ديمة. وقالت رضي الله عنها: كان إذا فعل عمل عملا استقر عليه أو ثبت عليه، ثبت عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. ولهذا نجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب والحث على العمل ذكر ما يتحمله الإنسان وليس فيه زيادة عليه. ففي الصيام قال: في الصيام 3 أيام من الشهر، يعني تقابل الشهر كله 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، اليوم بعشرة، 3 أيام ب30 فهو شهر. وهكذا في سائر العبادات. فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، أي أن الله جل وعلا لا يمل من الثواب والعطاء على العمل حتى تملوا أنتم العمل وتقطعونه فينقطع عنكم الأجر والثواب. والله جل وعلا لا يسأم عن من أفضاله عليكم إلا بسآمتكم من العمل. وأنتم متى تكلفتم من العمل والعبادة ما لا تطيقونه لحقكم الملل والسآمة، وضعفتم عن العمل فانقطعتم عنه، وعند ذلك ينقطع عنكم من الله الأجر والثواب بسبب أنكم أنتم انقطعتم عن العمل. قال جل وعلا: إن الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا. ذكر بعض أهل العلم أو أشار أهل العلم هنا إلى هذه الصفة، وهي صفة الملل. هل يقال في حق الله جل وعلا الملل أو لا يقال؟ من العلماء من قال أن هذا خرج مخرج كما يقولون في علم البلاغة المشاكلة، ذكر الصفة بمقابلها فلا يحمل على حقيقة الصفة. قالوا: المراد لا يمل حتى تمل، أي لا ينقطع عن الثواب والأجر حتى تنقطع أنتم عن العمل. فإذا انقطعتم عن العمل ووقع منكم الملل انقطع عنكم الأجر والثواب. ففسر انقطاع الأجر والثواب بالملل مقابل أنكم أنتم انقطعتم عن العمل مللا وسآمة. فصفة الملل منفية عن الله جل وعلا. وبعض أهل العلم يرى أن هذه من صفات المقابلة، وتثبت في حق الله جل وعلا من باب المقابلة. وأصل ذلك كما ذكر الإمام ابن القيم أن الألفاظ التي تطلق على الله جل وعلا أو على الإطلاق على 4 أقسام. في ألفاظ لا تحتمل إلا معنى الكمال، ألفاظ لا تحتمل إلا معنى الكمال، فهذه يسمى الله عز وجل بها، تسمى بها ويوصف بها ويخبر بها سبحانه وتعالى، كالحكيم العليم الخبير الحليم
العزيز القوي وهكذا. وفي ألفاظ تطلق وفيها معنى الكمال في حال دون حال، في حال دون حال، هذه يوصف بها الله جل وعلا ويخبر عنه بها، ولكن لا يسمى بها، لا يسمى بها، كصفة الكلام، صفة الكلام، صفة الإرادة، وليس من أسماء الله المريد ولا من أسمائه المتكلم. وفيه ألفاظ تطلق وهي تحتمل تدل على الكمال من وجه دون آخر، في وجه تكون صفة كمال وفي وجه لا تكون صفة كمال، وهذه يوصف الله جل وعلا بها على وجه الكمال لا على وجه غير الكمال، مثل المكر والكيد ونحو ذلك. قال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله، هذه الصفة تكون صفة كمال من وجه، وهي إذا تمكر بمن مكر بك، وأما ابتداء فابتداء المكر حرام وصفة نقص، لكن في المقابل فهذه يصح الوصف بها، وبعض أهل العلم جعل هذه من هذا القبيل. واللفظ الرابع ما يدل على النقص، النقص هذه لا يوصف الله عز وجل بها ولا يسمى بها ولا يخبر عنه بها سبحانه وتعالى. طيب هنا جاء اكلفوا بفتح اللام، وفي الهامش قال بكسر اللام، وعلى ذلك فهمزة الأصل تكون مكسورة، لأن ثالث الفعل، ثالث الفعل الأمر إذا جاء مفتوحا أو مكسورا فإنه يكسر همز الوصل منه، كما قال الناظم وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث الفعل يضم، وافتحه حال الكسر والفتح، واكسره حال الكسر والفتح، وفي أسماء غير اللام كسرها يفي إلى آخره. إذن همز الوصل إذا كان ثالث الفعل مفتوحا أو مكسورا تبدأه بالهمز بالكسر، فتح يفتح افتح، لأن التاء افتح، التاء مفتوح، وإذا كان مكسورا كذلك، وأما إذا كان مضموما فيضم، نصر ينصر أنصر، كتب يكتب أكتب، وهكذا. فهنا ضمها فتحها وقال في الأصل في هامش الأصل بالكسر. إذن اكلفوا أو اكلفوا من الكلفة أي التحمل من العمل ما لكم به طاقة. حديث عائشة الصحيحين قال ما يا عائشة اكلفوا من العمل أو اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ثم روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة، منصوب اختصاص، حافظوا أو قوموا أو إلزموا أو عليكم ونحو ذلك. نعم. قال ثم يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى، يعني عمر رضي الله عنه كان يقوم من الليل، فإذا جاء آخر الليل أيقظ أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما قالت عائشة قال كأنه كان يصلي من الليل، قالت فإذا أراد أن يوتر
أيقظني فأوترت، فتصلي ما تيسر. فيوقظ أهله وينبههم انتبهوا الصلاة الصلاة، احذروا يعني الزموا الصلاة الصلاة، أو قوموا ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والحديث فيه الحث على قليل العمل مع الدوام، عفوا الفائدة هذه تابعة للحديث السابق، الحث على قليل العمل مع الدوام هذه تابعة للحديث السابق. أما أثر عمر رضي الله عنه ففيه من الفوائد أن عمر كان يداوم على قيام الليل، ولم تشغله إمامته للمسلمين عن ذلك، وهذا يدل على فضله وعبادته وتقواه، ويدل أيضا على فضل صلاة الليل. وفيه أيضا أنه لم يكن يكلف أهله مما كان هو يفعله، ويحتمل أنه كان يوقظهم ليدركوا شيئا من صلاة الليل والسحر والاستغفار. وفيه أيضا أنه كان يوقظهم لصلاة الصبح امتثالا لقوله جل وعلا: قوا أهل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والمقصود علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم. ثم روى مالك أو قال مالك أنه بلغه، أو ثم يعني روى يحيى ابن يحيى تلميذ مالك عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من أعلام التابعين ومن سادات التابعين، حتى أنه يذكر أهل العلم في كتاب التراجم من هو أفضل التابعين، من هو أفضل التابعين، على غرار الكلام في أفضل الصحابة. وفي كتب المصطلح عند علماء الحديث إذا جاءوا لذكر أفضل طبقات الصحابة طبقات يذكرون طبقة الصحابة ويشيرون إلى أفضلهم، ثم طبقة التابعين وعلى نفس المنوال يذكرون الخلافة في أفضل التابعين. فقيل أفضل التابعين على الإطلاق سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب. وقيل هو أفضلهم أويس القرني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم حديث عمر بن الخطاب: يأتيكم رجل من اليمن بيده برص بار لأمه يدعى ويسمى أويس القرني، من أدركه فليطلب منه أن يستغفر الله له، فليأن يستغفر له. فلقيه عمر، لما جاءت خلافة عمر كان كلما جاء وفد من اليمن سألهم: أفيكم رجل يسمى أويس القرني؟ فيقولون لا، حتى أدركه فعلم به قال: ائتوني به. فلما جاء قال: أنت أويس القرني؟ قال: نعم. قال: أخرج يدك فإذا بها برص. قال: وسأل عن بره بأمه فعلم أنه هو، فذكر له الحديث وقال: استغفر لي. فدعا له أويس القرني ثم اختفى بعد ذلك ولم يظهر خشية أن يشهر. فمن الناس من هو عند الله في مرتبة عظيمة لا يعلم به أحد، لا يعلم به أحد. ولهذا فالدرجات عند الله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. سعيد بن المسيب من كبار التابعين، ممن أكثر الرواية عن أبي هريرة رحمه الله تعالى، كان يقول: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وهذا لا شك ولا ريب مما استفاده من الحديث، ففيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي برزة الأسلمي عند البخاري ومسلم، الذي ذكر فيه أوقات صلاة أوقات الصلوات. قال: والعشاء أحيانا كان يكره، وكان وأما العشاء فكان يكره الحديث قبلها والنوم بعدها. نتم إن شاء الله الكلام على هذا في درس لاحق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.